مشروعي يبدأ من مدرستي. هذا هو الفكر الجديد للتعليم ولدور المدارس في خلق الابتكار ودعم الأفكار وتحقيق المنجزات التربوية. وهذه الفكرة، فكرة مشروعي يبدأ من مدرستي، يؤكد ويجسد فكرة أن المدرسة هي الأساس في كل عمل تربوي خلاق. جاءت مبادرة مشروعي يبدأ من مدرستي. شابات في عمر الورود يشتهدن ويتطلعن إلى المستقبل بأمل كبير بأن يكن منجزات ومتميزات. هن طالبات المرحلة الثانوية في تخصص الإدارة المعلوماتية. هن جزء من هذه المنظومة، وهذه الطموحات مع واحدة من المدارس الثانوية عمان العاصمة، حققت طالبات الصف الحادي عشر في تخصص الإدارة المعلوماتية تميزاً كبيراً في مجال تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن التدريب العملي والتطبيقي للمادة الدراسية التي يتلقونها في منهاجهم الدراسي، خاصة في مجالات المحاسبة والتسويق والقيادة والإدارة. ويتضمن المنهاج الدراسي لتخصص الإدارة المعلوماتية مواضيع دراسية متكاملة، فتعليم القيادات الشابة ودعم أفكارها ومشاريعها وتعليمها فن القيادة هو الأساس لتكون قادرة لأن تقوم بدورها المستقبلي، ووجود القائد المعلم هو الأساس في هذا البناء والتوجيه. احنا أخذنا قبل هالمرة إنه القيادة هي معناها كيف أأثر بالآخرين، مش بس أأثر فيهم وأحفزهم وأعلمهم كيف يحققوا أهداف المؤسسة. واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو القائد المعلم. إيش وظيفة القائد المعلم؟ كيف رح ينعكس دور القائد المعلم علينا إحنا كطالبات من نبلش نعمل مشروع، مبادرة مشروع يبدأ مدرستي، ونعمل المنتجات تبعوتنا. طبعاً القائد الشاطر هو اللي بيأثر في الآخرين وبيحفزهم، بثيرهم عشان يشتغلوا ويطلعوا أحسن ما عندهم. الهدف كمان إنه يزيد فعالية المؤسسة ويحقق الأهداف المنشودة من العمل للمؤسسة. وضمن هذا التخصص تقوم الطالبات بدراسة المواد النظرية الخاصة بتخصص الإدارة المعلوماتية، من المواد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والتسويق وأسس الربح والخسارة وقوائم الدخل. اليوم إن شاء الله رح يكون موضوعنا عن القوائم المالية بالمؤسسات التجارية، واليوم رح نحكي بالخصوص عن قائمة من أهم القوائم المالية اللي هي قائمة الدخل. الهدف الرئيسي والأساسي من قائمة الدخل اللي هي بتظهر نتيجة عمل المشروع من صافي ربح أو صافي خسارة، نتيجة الفرق ما بين إجمالي مبيعاتها وإجمالي مصاريفها بنوصل لصافي الربح النهائي. طبعاً لازم نحل عدة معادلات حتى نوصل لقائمة الدخل، وأهم حكينا مصدر للمؤسسات التجارية اللي هو إيراد المبيعات. إذا ما باعت المؤسسة منتجاتها من خلال الترويج والتسويق، معناته إحنا ما بيصير عندنا مصدر دخل اللي هو مبيعات أو صافي المبيعات اللي راح يكون أهم حد من حدود المعادلة الأولى. ويتكامل المنهج الدراسي الذي تتلقاه الطالبات في تخصص الإدارة المعلوماتية ما بين المواد العلمية والعملية والأكاديمية. قصة فن نثري أدبي يقوم على مجموعة من العناصر لتكوين قصة. وفي الحصص الصفية تبدأ الطالبات بالعمل ضمن مجموعات، كل مجموعة تقوم بعمل معين، وكل طالبة في المجموعة لها دور وحضور. الطالبات يعملن معا، يتحاورن معا، يتناقشن معا في حوار علمي مهني بإشراف معلمة المادة. هذا العمل التشاركي يعطيهن القوة في الحوار والقدرة على إبداء الرأي والإقناع ليصبحن قادرات على النجاح والتميز في هذا المجال. وخلال المحاضرات يتم تطبيق جزء من المنهاج الدراسي بطريقة عملية في الصف، حيث يتم تدريب الطالبات على مهارات مثل مهارات البيع والشراء وطرق عرض المنتج وإقناع المستهلك بالمنتج المقدم. على ضمانتك؟ طيب كم تحسبي لي اياها؟ هاي نهايتها ب20. طيب من هون لعند 15؟ والله ما بزبط، يعني ب17 منيح.
احنا بنعرف انه 3 اسعار للبيع، لازم انت اعطيها شويه خصم عشان تربحي، احنا نكون ربحانين وهي تكون ربحانه بالسعر. وكمان اريج مفروض ترتيب الاغراض يكون احسن من هيك، لانه اذا رتبتي السلعه بشكل مرتب بتجذب المستهلك لنا وبتزيد من ارباحنا. وتنوعت اعمال ومشاريع الطالبات صاحبات الافكار المبدعه، وكانت مراحل تطبيق هذه المشاريع والعمل الجماعي للطالبات بتعاون المعلمات تجربة فريدة. ومن هذه المشاريع التي قمنا بتنفيذها الطالبات مشروع لشراء وتجميع السكاكر وتغليفها بمختلف أنواعها وألوانها، فهن كمجموعة يقمن مع بعضهن البعض بشراء السكاكر من محلات مختارة من المنطقة وبإشراف معلمة المادة، ويبدأن العمل في بيت واحدة من طالبات المجموعة، يقمن بالعمل خطوة بخطوة، يصنفن السكاكر ويجمعنها في عبوات جميلة، ثم يقمن بتغليفها لتحضيرها للبيع. كيف سار هذا المشروع مع الطالبات؟ طالبات مدرسة، بنات بسن 16 سنة، وبلشنا من هسه من العمر هذا نشتغل لمشاريع في مادة المحاسبة والنظام، وكان مشروعنا كتير ناجح. بحكي عن سلال الحلو اللي بدنا نعملها نضيافة للناس، واشتغلنا عليه وكان كتير ناجح وفكرة يعني جديدة. بحثنا عنها وطلنا أشياء، استخدمنا وسائل اتصال الإنترنت والتكنولوجيا وشفنا أشياء وأخذنا أفكار منها، وبلشنا نشتغل عليها مجموعات طبعا مع البنات بمساعدة معلماتنا وفي المدرسة. وكان في مشروع بالصف الأول ثانوي، كان بمبادرة، مشروع مبادرة، وكنا نتحدث فيه عن مشاريعنا. كل مجموعة عملته قامت فيه طبعا داخل المدرسة، وزلنا الأغراض ودعونا مع بعض واشتغلنا فيه وبعنا الشغل اللي عملناه وحققنا الربح المطلوب. وكان في مساهمات طبعا خارجية من أهلينا وساعدونا كثير ودعمونا، وهذا المشروع أثر علينا إحنا كبنات في هذا العمر، وخلانا نحس في قيمة إلنا في هذا المجتمع، وحبينا إنه إحنا نتحمل مسؤولية من العمر هذا عشان بكرة بس نكبر ونشتغل ونبلش نفوت في هذا السوق اللي إحنا هسا بلشنا فيه من إحنا صغار، نكون عارفين عنه أفكار من قبل ومخدين عنه فكرة ما رح نتغلب فيه. واحدة من الأمهات حدثتنا عن رأيها في هذا المشروع وتأثيره الإيجابي على الطالبات. والله بصراحة فكرة المشروع كتير فكرة حلوة، عززت ثقتها بنفسها لبنتي وقوت شخصيتها، كانت بنتي من النوع الخجول شوي، وهذا الحكي خلى بنتي تتفاعل مع صاحباتها ويصير لها صداقات جديدة، تعاونوا مع بعض، جابوا الأغراض مع بعض، كان تفاعل حلو يعني بينهم. ومن المشاريع المنتجة التي ابتكرنها الطالبات مشروع مختص بالتصوير وإنجاز صور على جهاز الكمبيوتر. 3 طالبات قمنا بتجهيز قطع كرتونية خاصة، وقمنا بعمل تصاميم خاصة على الكمبيوتر لبراويز وإطارات خاصة مصممة بطريقة فنية، وهذه القطع يقمنا بأخذ لقطات تصوير داخلها. وكانت هذه الفكرة بداية جديدة لمشروع جديد. احنا كانت لنا هاي هواية التصوير، وبس اجى هذا المشروع اللي ما حكونا عنه، يعني حبينا ننمي هوايتنا ونوجهها لكل الناس. فاقترحت انا وصديقتي على المعلمات هاي الفكرة اللي هي اللوحة والماسكات والتصوير بشكل عام، كثير دعمونا واتفقنا مع كثير ناس، مع مصور وجرافيك ديزاينر عشان يصمم لنا اللوحة كاملة، وعملناها وظبطناها. بس اخذناها هناك صراحة كان في كثير اقبال علينا، ربحنا يعني كان أعلى شيء تقريبا، كان مشروع غريب كثير، الكل انبسط منه وحبوه يعني، وكان يعني تقريبا تصوروا يعني كان معنا تصوير صورة فوق 80 صورة صورنا، والمعلمات عن جد كثير دعمونا وحبونا. وبعد بس جينا نطلع الصور اتفقنا مع مصور يطلعنا إياها، طلعنا اياها صراحه بكل الصور طلعنا اياهم بسعر يعني مش عالي كثير، بسعر قليل، وبس وزعناهم على البنات. صراحه كثير حبوا المشروع، حبوا انه يعني نعمل كمان شيء ونجيب على المدرسه ونرجع نصورهم كمان، كثير حبوا الفكره.
صراحة هذا المشروع انعكس علينا يعني كثير استفدنا منه وحبيناه، وفي النهاية يعني زادت ثقتنا بحالنا، صرنا نتعامل مع ناس يعني ما عرفناهم مع كل الفئات. والمشاركات في المشروع وبالتعاون مع مشرفة المشروع يقمن بتصوير الراغبات في التقاط صور لهن من خلال جهاز الخلوي. وضمن هذه الإطارات الجميلة المصممة من الطالبات صاحبات المشروع، هذا المشروع أعطى الطالبات المشاركات مساحة من العمل بجماليات رائعة تتناسب ومقدرتهن الفنية العالية. وجاء ثمرة عمل وإنتاج الطالبات من خلال المعرض الذي أقامته لهن المدرسة لبيع وتسويق منتجاتهن المتنوعة. الطالبات اللواتي شاركن في مشروع يبدأ من مدرستي، ما هي انطباعاتهن عن المشروع والتجربة الدراسية والعمل ضمن فريق بإنتاج بسيط هو البداية لتحقيق الأحلام والطموحات؟ كانت الفكرة الأساسية أنه إحنا نطلع شو الإشي اللي تعلمناه نظري نطبقه عملي، وكمان استفدنا منه أنه إحنا إن شاء الله بالمستقبل يعني لما بدنا نعمل هيك مشاريع صغيرة أو كبيرة، أول شيء طبعا كسرنا حاجز الخوف بيننا وبين الناس إن كان صغير أو كبير. كمان كان عندنا شوي شوي يعني أفكارنا رح تبلش تكبر وأنه نعرض أفكار جديدة. هي كانت فكرة كتير بسيطة من اللي إحنا سويناه، بس الفكرة البسيطة هاي حسستنا أنه إحنا يعني عاملين أنه إنجاز كتير كبير، ويعني أفكارنا حسست أنه أفكار كتير كبيرة. وشوي شوي لما ندخل شوي شوي بالمستقبل طبعا رح نكون إذا نطور على الفكرة اللي إحنا عملناه والمشروع اللي إحنا عملناه نطور أفكارنا شوي شوي، و حتى انه يصير المشروع الصغير مشروع كبير وناجح. هذا المشروع زاد من ثقتنا بنفسنا وعزز روح التعاون والعمل عنا، وازال فكرة ثقافة العيب عنا المنتشرة بالمجتمع. صار عنا كسر حاجز الخوف انه نطلع لسوق العمل بدون يكون عنا رهبة او خوف. انعكس علينا بطريقة ايجابية انه عزز ثقتنا بنفسنا، وانه استعملنا كثير من المواد الخامه في المجتمع، وانه عرفنا كيف ايش الاشياء اللي بحتاجها المجتمع، وكثير اهلنا كانوا فخورين فينا لما حضروا المشروع. احنا كمان بنفكر انه نطور المشروع تاعنا انه من مشروع صغير لمشروع كبير، وانه كمان استعملنا سهل علينا كثير من يعني احنا بدايه التخصص كان كثير علينا كلمات مبهمه كنا نحفظها، يعني كنا نعتمد على الحفظ اكثر، بس لما عملنا المشروع بطريقه عمليه بالعكس ترسخت في الذهن تاعنا وصارت مفهومه كثير وصارت شيء سهل عنا، واستعملنا الاربع مواد التخصص الاربعه في المشروع. بالنسبه لي ترك لي انه صار عندي ثقه بنفسي، صار عندي جرأه وشجاعه اكثر ان اتعامل مع الزبائن مما كانت تكون حسب الفئات العمريه، وصار عندي كمان انه تعاون تنسيق بين أفراد المجموعة نفسها، وعجبني هذا المشروع كثير وحابة أنميه، إن شاء الله رح أخذ دورات تدريبية أو أخذ معهد إنجليزي إن أصير عندي أكثر من لغة، إن أصير أتواصل أتعامل مع الناس أكثر وأكثر من دول مختلفة وإيش ما كانت اللغة، وإنه أشارك إن شاء الله لما أكبر في شركات صار عندها نظرة عن الشركات مختلفة، إنه إحنا عملناها على حسب شركات مصغرة، هلأ لما أكبر رح أروح على شركات كبيرة يكون فيها إداريات أكبر، بس أنا خلص ناخذ فكرة ورح يكون عندي شجاعة أكثر، رح أحطم الخوف اللي عندي ورح يكون عندي ثقة أكثر، وأهلي دعموني وحبوا المشروع وزادوا ثقتهم بحالي وشجعوني عليه كثير ورح يكملوا مع المشروع. انعكس علينا المشروع بطريقة إيجابية، أخذنا فكرة عامة عن عمل مؤسسات في الخارج، بإمكاننا بأي لحظة إقامة مشروع والنجاح فيه. كان للأهل دور كبير في دعمنا في هذا المشروع، سواء كان الدعم لنا مادي أو معنوي. كانت مواضيع خلق مفاهيم خاصة لدى الطالبات حول العمل الحر وموضوع التمكين الاقتصادي للفرد والمرأة وأهمية هذا التمكين وانعكاساته على حياة المرأة مفاهيم هامة. كيف ساهم هذا المشروع في غرسها في عقول الطالبات؟ وما تأثير هذه المفاهيم على أفكارهن وتوجهاتهن نحو المستقبل؟
يعتبر التمكين الاقتصادي من المفاهيم الرئيسية التي يجب العمل عليها مبكرا، خاصة فيما يتعلق بالعمل مع الشباب من ذوي الجنسين سواء بالفتيات أو الذكور، لأنه هذا يساهم ويساعد في خلق مفاهيم جديدة ومفاهيم جديدة لدى هؤلاء الشباب بالتوجه نحو العمل الحر والابتعاد عن العمل الروتيني العمل الوظيفي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التمكين الاقتصادي ليس فقط يساهم في خلق مفاهيم جديدة، أيضا يساهم في خلق مفاهيم للذات جديدة لدى هؤلاء الفتيات، ويساهم في خلق مفهوم جديد للشخصية، ويساهم أيضا في خلق ثقة جديدة للنفس عند هؤلاء الفتيات، وبالتالي يصبح العمل والتوجه نحو العمل الخاص والعمل في القطاع المشاريع الصغيرة شيء من الممكن ومن السهولة التوجه إليه مستقبلا. تحية إلى كل الأفكار النيرة التي تنير الدرب لحياة أفضل.